خليكم من جديد. مرحبا واهلا وسهلا بكل من التحق بينا. اللقاء المفتوح معكم والفقره الخاصه بالطفل كنستقبلوا من خلالها الاستاذ جمال الدين سديدي المستشار التربوي والاسري بالعاصمه الرباط. صباح الخير استاذ سديدي. صباح النور. لهنا لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الا كانوا الناس بخير وكل شيء بخير الحمد لله، هذا هو الهدف. كنتمنوا يكونوا المستمعين والمستمعات في احسن حال باذن الله. باذن الله. اذا دائما احنا كنبحثوا على اننا نكونوا في احسن حال، وهادشي علاش كنحاولوا نطوروا ذاتنا. أكيد. إذا بالنسبة لنا إحنا تكلمنا على تطوير الذات، وجاء الوقت اللي نسأل واحد السؤال: كيف هي علاقتي مع ابني؟ وهذه الكلمة ديال كيف نبقاو ننتبهوا ليها في جميع مناحي الحياة، ما نبقاش نضعوا السؤال لماذا علاش، لا كيفاش. ملي كنكون تنقول كيفاش كنربي ولدي، تنكون في مستوى أنني يعني عندي الاستطاعة أنني نغير. حيت بعض المرات ما تنعرفش كندير واحد الحاجة، ما كنعرفش كيفاش كنديرها، كنديرها بالتلقائية وصافي. تنقول كيفاش كتربي ولدك، يبقى واقف. إذن ما كاينش استراتيجيه، ما كاينش عنده استراتيجيه، وبالتالي ما يمكنش يغيرها او يعدلها باش يكون افضل. ما عارفهاش اصلا، اصلا ما تعرفها. هو تيدير وصافي، يقول لك راه هي هذيك. مزيان. اذا احنا غنطلبوا من ندخلوا في التدريب، نديروا جوج تدريب اليوم ان شاء الله الا قدنا الوقت، ما قدناش نكملوا غدا ان شاء الله. غادي المستمعين والمستمعات ياخذوا ورقه وستيلو ويقسموا الورقه على جوج. غنعطيهم مجموعه، انا نحاول باش تتبعي معايا، نتبع معك باش اذا الشطر الاول نكونوا عمليين. هي ورقه قدامي، ورقه نقسموها على جوج. نفرضوا ان الناس ما عندهمش ورقه، ما عندهمش ورقه، خص تكون عندهم ورقه ياك. ناخذوا مكالمه في انتظار ان الناس تحضر ورقه. واخا احسن ناخذوا سميره. مرحبا لاله سميره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا فرحانه بانني ندوز معكم اليوم والله. الفرح مشترك لاله. مرحبا بك لاله. مرحبا بك لاله سميره. والله منين تا وانا تنتصل بكم باش ندوز معكم، ولكن ما كتبتش اليوم في الكتاب. الحمد لله، الحمد لله، كل حاجه بوقتها لاله سميره. تفضلي. ربي يخليك اختي هناء. تفضلي. تنشكر الدكتور جمال سديدي بزاف والله. مرحبا لاله سميره، وسنه سعيده. شكرا بزاف الدكتور. مرحبا لاله سميره. انا عندي مشكله دكتور، هو مع ولدي ما عرفتش كيفاش والله، ما عرفتش منين نبدا لك. شحال في عمره؟ عنده دابا 8 سنين، طاح 9 سنين، شهر واحد غادي يكمل 9 سنين. اها، شنو المشكل؟ المشكل ما عرفتش، ولا تيدير شي تصرفات سبحان الله العلي العظيم، بعد الخطر تيجي لي بحال لا ما عرفتش كيفاش. شي تصرفات غريبه. وزيدي وضحي. سميره انت كتعيشي في اسبانيا؟ اختي. نعم. مرحبا لاله سميره، اش كيدير هذا الولد؟ الولد بعد الخطر تجي تيبغي بحال تيبغي يثير الانتباه تاعنا، بحال ولا فهمتي المعنى تاع محرر عنا العيشه، محرر عنا العيشه. اش تيدير مثلا؟ باقي ما درتيناش كيدير. نخرجوا لشي بلاصه تيقول لا ما بغيتهاش. ما بغيتهاش. تيدير لنا عيد السبه. اذا كيدير علاقتك معاه؟ في راسو خصو دائما. بغيت بلاي ستيشن شهرين ولا ثلاث شهور، هو محرر عنا بلاي ستيشن بلاي ستيشن. قلت لي انا بلاي ستيشن ما كاينش. مزيان. قلت لي بغيتي لورديناتور دناك لورديناتور، بغيتي طابليت جناك طابليت، بيرو بلاي ستيشن ما كاينش. هاد القضية ما كاينش. بلاي ستيشن وتيقول لك طابليت. طابليت كانت عندوها هرسها. لاله سميرة. نعم دكتور. كيف كي دايرة علاقتك مع راجلك؟ أنا. إوا شكون؟ شوية بيني وبينك. راه قالت لك كتقول لك أنا راه هربت من السؤال. هربت من السؤال. راه قالت لك شوية. لاله سميرة بيني وبين، لأن عندها تأثير على التربية ديال، بعض المرات حنا كنتصرفوا مع الولاد ديالنا. ماشي باش نربيو، رد الفعل واش هو معانا ولا ماشي معانا. مزيانه لاله سميره، شحال الوليدات عندك من غير هذا الولد؟ عندي بنيه عندها 6 سنين وطالعه في 7 سنين، وبنيه بحال عندها شهرين. مزيان. وكيدير علاقتك مع اللي صغر منه 6 سنين؟ مزيانه؟ مزيانه. مزيانه. شوفي لاله سميره، الحاجه الاولانيه خصك تحسني علاقتك مع الزوج ديالك، بحيث تكون اسره متفاهمه. مهمه اننا نخلقوا الجو يكون هادئ في الدار، هذه الاولى. مزيان. الجو ما هذا غادي تهد. ايه راه شوفي، تنحاول تنحاول انا باش نهدئ الجو. شوفي الا قلتي انا حاولت ومرارا حاولت وسنوات وانا تنحاول، ولكن راه ما عطاتش نتيجه، اش كندير لاله سميره؟ عطات نتيجه الحمد لله. عطات نتيجه، غتستمر. كاينه نتيجه، حاولت بزاف، هذه 9 سنين وانا تنحاول الحمد لله، وكاينه واحد النتيجه الحمد لله. راه حياتك هذه، راه خصك تناضلي ماشي غير تحاولي. خصك تناضلي. تناضل اختي هناء. الله يوفقك. ماشي عشويه، ما نكذبش عليك. الله يوفقك. انا جيت نعاود لكم القصه تاعتي كبيره، ولكن انا وليت نشوف قصه ولدي بانت لي اكثر من تاعتي انا. لا شوفي يا لاله، لاله سميره، كاينه واحد العاده مهمه جدا، الا بغيتي تنجحي مع ولدك خصك تنجحي مع سميره. كتعرفيها سميره؟ سميره طلع عرفها. كتعرفيها؟ راه ممكن تكوني نسيتيها.
خصك تصالحي معها ناسيها راه الا نسيتيها راه ما غتنجحيش كزوجه وما غتنجحيش كأم. ثلاثه الحوايج كيمشيو مع بعضياتهم. لاله سميره الله يرضي عليك، اي حاجه حنا قادرين نغيروها، اولا تفرحي براسك، تهلاي في راسك في اللباس على قدر الامكان، الابتسامه. فرحانه براسي ما مهلياش راسي. لا خصك فرحي لاله سميره، كتشوفي عندك عينيك بجوج نعمه لا تعد، ما عندهاش ثمن، غاليه جدا، هذه نعمه من عند الله، راه اخرين ما عندهمش. عندك زوج. ما تصح داكشي اللي كاين دكتور. شوفي لاله سميره، النعم من الله كثيره جدا، خصنا غير نشوفوها. دابا الحاجه اللي غنطلب منك ركزي، ما تركزي لا على ولادك لا الزوج ديالك، ركزي على سميره، تكون فرحانه مبتسمه لابسه، غير جربيه اليوم ابتداء من اليوم. انا فرحانه وانا رائعه وانا تبارك الله عليا. انا عيت ما نكرر ان السعاده ديالك لاله سميره ما مرتبطاش لا بولادك ولا بالزوج ديالك ولا باسبانيا ولا باي دوله، مرتبطه بك مزيانه لاله سميره. قرري اليوم انا فرحانه، انا فرحانه بخير، وانا كنستغفر وانا كنسبح، ديري الموسيقى، شطحي، تهلاي في راسك سميره، قولي لها كنحماق عليك، انا معجبه بك سميره، توحشتك. هذه مهمه، هي البدايه لاله سميره. شوفي الحياه، الحياه زوينه وتستاهل نعيشوها، راه قصيره جدا، ما نضيعوهاش في الحوايج اللي كان الحوايج السلبيه. شوفي دابا ركزي اليوم غير على الحوايج الايجابيه مزيان. نعم. غتكلمي كلام طيب مع ولدك، هو من حقه، انتبهي يا لاله سميره، هو من حقه يطلب 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 يطلب، ما تقلقنيش الطلبات ديالو. بالحق انا ما نستجبش لجميع الطلبات، بالحق منين نقول لا نقول لي علاش لا في الحوار حسب الامكانيات ديالي، كلما اشتهيتم اشتريتم. هو كيلح بطريقه اللي كتزعجها هي، حيت هو مفايت مجربها. ملي تيبقى يلح باش يتهناو منه كيستجبوا، خليه يبكي. لا قلت لك الا ما شريتوش ليا بلاي ستيشن غادي ندير هذيك الحاجه، غادي نقفل راسي، غادي ندير هذه، غادي ندير هذا الشيء باش ولا تيبرف. ما غيدير والو. لا ما غيديروا. الحاجه اللي مهمه لاله سميره غادي تركزي عليها، صحي العلاقه مع ولدك، يبغيك، راه عرفتي الا بغاك. تيبغيني تيبغيني. تيبغيك؟ ايوا مني تيبغيك نوضع ليه. تيشوف عباه تيقول لي شي كلمه ولا شي حاجه، تيقول لي لا ما تقوليش ليها، مزيان. لا ما ديريش ليها، فهمتي؟ مزيان. ولكن مني تقولي ليه لا وانت مطمئنه وانت كتحاوري معاه، ضمي لصفك. ضمي لصفك، يعني بحيث هذه الحاجه راه ما نقدروش نديروها، ها الامكانيات ديالنا وهاش نطلب منا، تكون بيناتنا الوضوح والصدق. مثلا ملي يتقلق قولي انت اعطينا الحل، شنو نديرو؟ راه ما كاينش حسب الامكانيات ديالنا وهالمتطلبات وهالسفر وهالقرايه ديالكم، شرحي ليه بحال انسان كبير عاقل، وانا كنهضر معاه وانا معنقاه، تشرح له التفاصيل، تشرح له التفاصيل، شحال كندخلوها بشحال شرينا هذه، كل شيء يكون واضح. نعم. علاش؟ داكشي تنعطيه التفاصيل، ولكن دابا ولا تيدير لنا مثلا بحال الماكله ما تياكلش مقاد، جلس سي محمد مقاد لا دير هذه، لا دير هذه، لا ينوض من فوق الماكله شويه بحال نحيد الطبله ويقول لك فيا الجوع، نسيه شويه نسيه شويه، هذاك الاهتمام بزاف. لاله سميره غتبعينا هذا التدريب اللي غنديروا جوج تدارب، تبعينا وطبقيه مع ولدك وغتنجحي باذن الله بالحق. شكرا لك سيده سميره. لاله سميره اديها في راسك. شكرا سميره من اسبانيا. غادي احنا وجدنا الوريقات ونتمنوا المستمعين ايضا من بعد هذا الفاصل الاشهاري مباشره غادي نكونوا مع المستمعين والتدريب الاول. حيت الأهم هو راحتك، روشارج 45 درهم جديدة ديال ميديتال تخليك مرتاح طيلة نص شهر مع 4 سوايع مكالمات، 300 SMS و 300 ميجا انترنت. ميديتال ديما راحتك. تدريب كيقترحوا علينا الأستاذ جمال الدين سديدي. إذا غادي نبداو نكتبوا، تكتبوا الاحترام. إذا قلنا بأننا نقبطوا ورقة ونقسموها على جوج. نقسموها على جوج. ها هي. دابا الجهة الأولى. نكتبوا في الاعلان، نعطيوها نعنونها، نعطيوها واحد العنوان المتعه. نكتبوها الوسط. نعم المتعه الشطر الاول. دابا هذه اللي قسمناها على جوج، الشطر الاول غنسميوه المتعه. غتكتبوا الكلمات الخاصه به، كاين الاحترام وكاين التقبل. نعم. وكاين كاين الثقه وكاين الحب وكاين التسامح وكاين الابتسامة وكاين القبل وكاين الإنصات وكاين الصدق وكاين التشجيع. ندوزو للشطر الثاني، الورقة الثانية. لا لا في نفس الورقة. قسمناها على جوج. قسمناها على جوج. الجهة الثانية سميتها الألم. الجهة الثانية سميتها الألم. الضغط، الخوف،
السخرية، التجسس، التعليقات السلبية، الأوامر، تكرار الكلام، كثرة النصائح، العنف، الصراخ، الشتائم، وكثرة الملاحظات. شحال من حاجة سلبية سالت الورقة أكثر من داكشي الإيجابي. كثرة الملاحظات. كثرة الملاحظات. دابا الآن غادي نسطروا على الكلمات اللي تنديروها يوميا. نديروا وضعوا سطر كاع الحاجة اللي كديرها ديرها، لا بالنسبة للشطر الأول ولا الشطر الثاني. وبلاتي لا تنقل مني، هذه ما خصكش تشوفها. وهذه بالمناسبة تبقى خاصة بك. هادو أسرار حتى واحد ما غيشوفهم، ما غنطلبوش منك تقولهم لينا. وتا انا لهنا ما غنشوفش الورقه سطري. لا لا لا، انا متصالحه مع نفسي، ما عنديش مشكل. صافي، اذا خاصك تدوزي للمركز. ان شاء الله، علاش لا. اذا غادي توضعوا السطر على الكلمات اللي تديروا بالنسبه للطرف الاول اللي سميتو المتعه، وندوزوا للنصف الثاني من الورقه ونوضعوا السطر على الحوايج اللي تنديروا، كاع الكلمات اللي تندير في الجزء الثاني نسطر عليه. مزيان. دابا غيبدا التدريب. شنو هو التدريب؟ ومن الاحسن اننا نكونوا عمليين. واخا اسمح لي، بعض النوبات كيكون الى خدينا الشطر الثاني اللي فيه الالم نقدر يكون عندنا الضغط ولكن بنسبه قليله. فهمتيني؟ تبارك الله عليك. لا لا، هذا مني ذكرتي راه اش كنقصد انا؟ يعني كتضغط على ولدك. ماشي انت اللي انت اللي ماشي انت اللي مضغوط، انت كتضغط بكثر الاسئله ديال هذه. مزيان ملي وضحناها. مزيان ملي وضحناها. ولكن راه يمكن ما كنضغط عليه غير شويه، ماشي بزاف. ايوا، لان كل شيء مطلوب. دابا هنا المشكل اللي يقدر يوقع لنا مع المستمع والمستمعه، ما تنعرفوش الى اش من المدى. وهذاك المدى قلنا احنا المعيار اللي عندك هو الرضا. يعني ملي تسترخي مثلا وتغمض عينيك وانت كتخيل كدير كتمارس هذا الضغط على ولدك، واش انت راضي؟ حيت هو طفل، واي تعامل سلبي مع ولدك انت كتسعى منه انه مصلحته. بالحق الرساله كتوصلوا انك ما كتبغيهش. راه مهمه جدا، انتبهوا. راه ملي كنأدب ولدي يعني بالعقاب، راه كنقول ليه انا ما تنبغيكش. نعم، هذه الرساله اللي كتوصلوا هو. وبالتالي انا دابا ملي خديت سطرت الكلمات، شنو خصني ندير؟ هذوك في النصف الاول الكلمات اللي سطرت عليهم استمر فيهم. والكلمات اللي ما سطرتيش عليهم انت في حاجه ليهم. غدير جوج كل اسبوع. نعم، النصف الاول الكلمات اللي سطرتي عليهم ما شاء الله عليك، قول انا كنبغيني وتبارك الله عليا والله يحفظني واستمر فيهم. والكلمات اللي ما سطرتيش عليهم في الجزء الاول خذ جوج كل اسبوع ومارسهم. اللي هما قلنا في الاول داخلين في اطار المتعه، الاحترام، تقبل الاخر، الثقه، الحب، التسامح، الابتسامه، القبل، الانصات، الصدق، والتشجيع. هادو الا ضاعت لك شي وحده ما سطرتيش عليها، كن صادق مع نفسك وانت كتسطر. ديالنا هادي راه ماشي اللعب، هذه امانه عندك كبيره انك وديالك بينك وبين نفسك وديالك، وكتبني انسان. انا الصدقه دي ما تنديرهاش، غناخذ جوج كلمات غنطبقهم، وحدهم الذين يطبقون يتطورون. ماشي على كل شيء اشتغل على غير داك الجوج، اشتغل عليهم مزيان. نعم نعم. ندوزو في الجهه الاخرى، الا سمحتي لي غير الناس اللي متبعين، عندنا جهه الالم فيها الضغط، الخوف، السخريه، التجسس، التعليقات السلبيه، الاوامر، تكرار الكلام، كثره النصائح، العنف، الصراخ، الشتائم، وكثره الملاحظات. هي خصهم يكونوا ولكن شي شويه ماشي بزاف. غير هي هنا واحد الاشاره شي واحد يقدر يقول لي ما نقدرش، نقول ليه ما بغيتيش. هذه راه ديما نبدا نكررها لكم. اي واحد فينا قال ما نقدرش راه ما بغيتيش. نصلحوها يكون احسن. راه باقي ما كملنا التدريب، الوقت غادي نعطيو غير اشاره. اي حاجه سطرنا انني كنديرها مثلا الصراخ او الضرب، هذا جوج حاول ما ديرهمش. نمتنع انك اذا عندنا جوج نبقاو نديروهم، وجوج نمتنعوا عليهم، يعني عندك اربعه في كل اسبوع. نعم، ستتحسن علاقتك تلقائيا مع الابن ديالك او الابنة. هذا التدريب الاول. التدريب الاول، نديروا التدريب الثاني. اذا ما كانش مكالمه يكون احسن. كاين المكالمات. ناخذ احلام من الدار البيضاء. اهلا وسهلا احلام. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيدير الاخت هنا؟ لاباس، الله يبارك فيك، مرحبا بك. كيدير الدكتور ديالنا؟ لاباس عليك. مرحبا، الله يحفظك بارك الله فيك.
كلشي بخير. انا سعيده بدا علينا وعليك الله يسلمك بالصحه والعافيه. انا عندي واحد المشكل، عندي جوج وليدات توام تبارك الله، عندهم 15 عام، واحد عندي شويه عنيف قبيح والاخر شويه مهدن والاخر شويه باغي الكره وباغي الرياضه باغي بزاف الحوايج باغي متطلبه ديالو بزاف. يعني كيمشي للمدرسه ديالته عاديه، ولكن ملي كتجي مثلا الكره والوليدات خصو يمشي للماتش ديالها. الا مشاو مثلا دي بلاصو شي بلاد خصو يمشي معاهم، وحنا باش محيدين ولي بتاتا يعني، ولا العنف دابا معاه هو في الدار. واش كيمشي بزز منكم ولا بلا خبركم؟ لا كيبغي شي خبر، حنا ما كنهضروش، خليهم كنخافوا عليه يمشي يتقى عليه شي حاجه. نعم ما عرفتش كيفاش غنتصرفوا مع هاد الدري هذا. تصرفي معاه بعد اولا هي العنف، حنا ما عرفناش المدى ديال هذا العنف حيت كاين لا هو هو الا سمحتي لي راه كاين الخوف لان كيخافوا عليه يطرى لي شي حاجه احلى من الدار البيضاء. اختي خان هذا هو اللي عندي انا حاليا دابا معاك، كنقول لي مثلا هنا الدار البيضاء سير خارج الدار البيضاء ما تمشيش. كتخاف عليه داك الخوف بعدا ما مقبولش الحاجه اللي كنخاف راه هضرنا عليها من النهار هي اللي كنوصلوا ليها. غير بالنسبه انه يمشي للمدن اخرى دابا حسب هذه المساله ديال كره القدم ما ننصحكش حتى هو يمشي في الحقيقه بالحق بالحوار غير ما نرفضليش المنع. داك الشيء حنا كنركزوا على تكون علاقه متينه وديال الحب والصدق. اما الولد ملي تيكون مشاغب واحد الشغب كنسميه شغب ايجابي وتيتحرك الكره راه تيظهر لي احسن من الاخر، احسن من داك اللي مهدن. انا راه ملي قلت عندي مشكل بان لك عندي جوج التوام هذا ماشي مشكل، ولدي كيبغي الكره ماشي مشكل. ما كنشوفوش بعين الذبابه. واخا يبغي الكره هنا ماشي مشكل، انا خاف يخرج خارج كازا تبقى لي شي مشكل، وهنا هذا هو تبقى لي شي مشكل ولي خارج كازا. حنا ما عرفناش الله يحسن العون الوالدين. لا لا احلام هنا بوا تيدير كان هنا كيديو تيجيبو با كان هنا. لا لا احلام غير الطريقه اللي تقال ليه بها انه ما يمشيش تكون طريقه تتجعلو يبقى تيبغيني. ها علاش ما تنبغيش انك تمشي وتنعطيه؟ وانا راه كاين دابا حتى الفيديوهات انت مزيان الاخر كان معش المشكل ديال الاحلام راه كاين، لان راه هو 15 عام في سن المراهقه. نقول له واش انتم خايفين عليا؟ انا راه كبرت. كيقول اختي كيقول انا وليت راجل ما بقيتش تخافي عليا، ولا بغيت نخرج يقول لك ما نخرجش معكم، نخرج بوحدي ما بقاش كنخاف نخرج معكم انتوما. شوف هذه القضيه ديال الاحلام هذه عاديه جدا. علاش؟ نشوفوا هو كيفاش كيفكر والاب والام كيفاش كيفكروا. حنا تنخافوا لان مهتمين به وتنخاف تنعرفوا شنو واقع. هو بالنسبه ليه انا باغي نكون مستقل، انا ناضج، انا راشد، ما تبقاوش تضغطوا عليا. وكيفاش نحافظوا على ديك الاستقلاليه ديال هاد المراهقين وفي نفس الوقت راه كيخصنا انهم يسمعوا الهضره ديالنا؟ هي التوازن. داكشي واش ملي كتخدمي على العلاقه بيناتك بيناتكم انني كنعطيه كنكلفوا بالمهام تنعطيه واحد الهامش الحريه الى حدود. ما نضغطش هذاك الضغط اللي تنقول ما نضغطش عليه وتنتفاهموا الحوار ما نتقلقش. انا مثلا ملي كنجي نتذكر انا وياه بحال دابا الام لالا احلام ملي عندها النتيجه في راسها شنو هي؟ راك ما غاتمشيش. غير قابله للنقاش. غير للنقاش وبالتالي اش كيوقع لنا في التفاوض؟ اصطدام. خسر اصطدام. هو انا غنمشي نبرموا اتفاق غير بالحب. بالحب وبالاسم اذكري الاسم ديالو وانا كنحماق عليك وهذا. وها شنو تيوقع في المدن الاخرى الا ركزتي في العلاقه ديالك؟ عاوتاني راه حنا ما تناخذوش بزاف المعلومات، راه نعطيو غير بشكل عمومي بشكل عام، ان تكون علاقه طيبه ما بينك وبين راجلك، وخصوصا راجلك هو اللي غيلعب الدور الكبير في هذه الحاله. راجلي هذا هو المشكل دابا فيه، هو كيهضرش حتى معاه زوين، يعني عنده الحوار ديالو معاه ماشي هو هذاك. انا كنتداخل بيناتهم كنقول حاول تفهم ولدك وحاول جر ولدك لك وحاول. لا ما غاديش قدامه. ماشي قدامه. لا لا ماشي قدام ولدك تعطي الاوامر للراجل. لا ماشي قدام ولدي كنكون غير انا وياه. واخا لا احلمت قولي للسيد ديالك الله يجازيك بخير، ولكن يعني اختاري واحد الوقيته اللي يكون هو مرتاح فيها. قولي راه من 0 لـ7 سنين كنلعبوا معاهم ولادنا، وما بين 7 سنين و14 عام تنأدبوهم، ومن 14 لفوق ل 21 سنه بحال الولد ديالك كنصاحبهم، يصاحب ولده ويخرج معاه ويجلس معاه في المقهى ويقرب ليه بزاف وغيتحل هذا المشكل. وما حتى هو ما تعطيش الاوامر، تقول له راه قريت في الانترنت مثلا، سمعت في الراديو قالوا ولا شي حاجه. قالت هنا كيفاش كيقول هذه؟ كيقول لك شي فراسي فراسي. ماشي سهل لا احلام، ماشي سهل ماشي سهل. لا غير بالتدريج غير بشويه لا احلام. غير انا جيت وسط منهم وسط هذا يهضر وانا ما غندير الحل غندير ما عرفتش. احلام الحل عندك بعد اول تكون الثقه
بانك غتنجحي في هذه المهمه، وانت كتحاولي توصلي الفكره ديالك لا لولدك ولا الزوج ديالك، وانت ضحكه، انت ام، انت عظيمه على الاحلام. غيكفي انك غير متصله بنا، الوقت كيزاحمنا، غير وانت كتصلي بنا معناك رائعه، وانك واثقه في نفسك غتنجحي باذن الله. كتحاولي وكتحاولي ان شاء الله غتوصلي. ناخذ فاطمه من القنيطره. شكرا لله احلام، مرحبا بك لاله فاطمه. بارك فيك لاله، تحياتي لجميع الطاقم والدكتور. الله يبارك فيك. عندي بنيته عندها 15 سنه. كتبلوكا، كتخاف بزاف هي ما شاء الله في القرايه ديالها. كانت في كانت في الخصوصي وحولناها للعمومي، كتقرا في الاولى ثانوي. نعم. ديرونجمون ديال التلامذ، هي بما انها كتقرا هي جالسه قدام، والدراري من البنات هي المدرسه في اللي في غير البنات كيشيروا عليها بالكاغيط، ما كتعرفش شكون اللي كيشير عليها بالكاغيط، ويعيطوا لها القرايه، القرايه تديرونجا. هذه وحده كتبلوكا صافي، ما كتبقاش تخدم مع الاستاذ. كتبلوكا ما كتبقاش تخدم مع الاستاذ. وحده اخرى عاوتاني بحال البارح كانت استاذه ديال التربيه الاسلاميه، قالت لهم غادي تعرضوا. انا بنتي ما شاء الله عليها حافظه، مهمه عندها حتى اشكال في الحفاظه. ملي مشات ملي دخلت الاستاذه قالت لهم اللي ما حافظش غندير له ناقص ربعه. في ديك اللحظه اللي قالت لي ماما، قالت ناقص ربعه بحال شديتي قومه ومشيتي لي داك الشيء اللي في راسي. تبلوكا تخطر، ما بقاتش ولات ترعد كلها ولات خايفه، قالت لي شدتني البكيه. تنقول يا ربي ما تعيطش عليا، ونقولكش بنتي كي جات في ديك الحاله عجب الله كانت الساعه الاخرى. وعرضات ولا ما عرضاتش؟ ما عرضاتش، كانت من حسن حظها ما عرضاتش. ما عيطاتلهاش؟ نعم. ما عيطاتلهاش. نعم. وهي تلميذه متميزه، ما ركزتش عليها، غير هي المهم ديك الخلعه مش ردت لها كل شيء. نعم. وزائد كلام خايب ما كترضاش حتى البنات، المهم داك العنف ديال هذا شي كلام خايب. نعم. وداك الشيء كتقول. شنو الاسم ديالها لاله فاطمه؟ شكون؟ ديال بنتك. بنتي كوثر. كوثر. ربما ما يكفيناش الوقت اليوم. ما يكفيناش، ممكن نخليوها لغدا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يرحم لك الوالده. غير الحاجه اللي نعطيوك دابا بسرعه، مازال عندنا جوج دقائق. نعم. بسرعه لاله فاطمه، ان كوثر. نعم. كتعاني من الخوف. أيه الخوف والخوف غيؤدي عدم تقدير الذات، وبالتالي أيه عدم الثقه في النفس. اذا بنتك محتاجه بالضروره للامان. اي واحد كيخاف خصني نعطيه الامان. شوفوا منين جا الخوف، اما من الاب او منك انت. هذه مطروحه من المدرسه، وهذه المدرسه مدرسه عالم، حنا ما نكرهوش نخصوا شي حاجه. يمكن غادي المدرسة مني انا، يمكن انا شويه صارمه، باهم حنين فيهم بزاف اكثر من القياس. كنتي فيها الخوف. المهم محتاجه الامان. محتاجه الامان. قولي الكوثر من يعيروها بهذا الشيء. في نفسها تقول حديث داخلي، تبارك الله عليك كوثر، انا فخوره بك. فهمتي؟ بمعنى اي واحد تكلم عليا معنى انه انني مهم. الشجره المثمره هي التي ترشق بالحجاره. اكيد. نعم. هذه الاولى، وانهم اهدوها من حسناتهم فقط. حتى من بعد نتكلموا على الموضوع على البلوكاج. الله يرحم الوالدين. عنده علاقه بالخوف. بالخوف يتحل مشكل الخوف، خصنا نعطيها الامان. اعطيها الامان سترين عجبا. الوسائل باش تعطيها الامان. الحب ما تضغطش عليها في القرايه. لا لا، ما عمرني قلت لها حفظي. لا لا، هذه الصرامه، هذه الصرامه اللي تديري نقصي منها. كتبغي تخرج، كتبغي هذا، وانت شوفها شويه مرخيه ما تنخليهاش تخرج بوحدها. لا ما تخافيش بزاف، خرجي معها، يكون عندها صديقات، دخليها للجمعيات، قلبي على دور الشباب باش تعلم من الخطا. الخطا شكل من اشكال المعرفه. حنا غنهضروا على هذا الموضوع ديال لنا كثير، ديال المراهقه من 10 سنين ل 21 سنه، غادي نركزوا عليه مزيان ان شاء الله. شكرا سيده فاطمه من القنيطره. شكرا ايضا لكم استاذ جمال الدين سيدي المستشار التربوي والاسري، لقائنا بك يتجدد يوم غد باذن الله.